أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، معاكم مستر أيمن حنفي خبير الرياضيات بجريدة الوفد. النهاردة هنقدم لكم جزء من الجبر الفصل الدراسي الأول، بيشمل حل المعادلة في حر والأعداد المركبة وبحث نوع الجذرين والعلاقة بين الجذرين. مثلا لما هو يقول لي حل المعادلة في ح س تربيع بتساوي س، حل المعادلة في ح، يبقى اجيب مجموعة الحل ازاي؟ ادخل السين دي كده جوه بعكس اشارتها واخد س عام مشترك واقول له اما س بتساوي صفر او س بتساوي واحد، كده حليت المعادلة. لو هو عايز مجموعة الحل واحطهم في قوس مجموعة ولا يهم الترتيب. كمان بيقول لي حل المعادلة في ح، حل المعادلة في ح س تربيع زائد 9 بتساوي صفر. في الحقيقة س تربيع لو ساوت سالب 9 أس 2 بيروح بالجذر فاي، ان حل المعادله في ح مفيش جذر سالب يبقى كده فاي. بيقول مثال اذا كان س بتساوي 2 هو احد جذور المعادله، س تربيع زائد الف س زائد 6 بصفر. اوجد قيمه الف، اما يكون الاثنين احد الجذور اذا بتحقق المعادله. بتحقق يعني ايه؟ ينفع اعوض بيها وتساوي صفر، اقعد بالاثنين تبقى باربعه، واثنين الف زائد سته، هجمع الاربعه السته بعشره، تخرج بره بعكس اشارتها، اقسم على الاثنين الف لسالب خمسه. يقول اذا كان اثنين وثلاثه هما جذري المعادله، س تربيع زائد ألف س زائد ب، أوجد ألف وب. دي لها أكتر من طريقة. طريقة المرحلة الإعدادية كانوا بيعوضوا عن س باتنين ويعملوا معادلة، وعن س بتلاتة وتعمل معادلة، وتحل المعادلتين بالحذف أو التعويض. كمان ممكن أكون معادلة بالشكل ده، س ناقص اتنين وس ناقص تلاتة، س وس، وغير إشارة الجذرين واضرب القوسين في بعض، س تربيع ناقص 3 س وسالب 2 س زائد 6، يبقى س تربيع ناقص 5 س زائد 6. هعمل مقارنه بين دي ودي، كده الالف بسالب 5 والب كمان ب 6. ايضا ممكن نستخدم درس تكوين المعادله. ازاي؟ هكون المعادله س تربيع ناقص مجموع الجذرين في س زائد حاصل ضرب الجذرين. يعني اقول له المعادله بتاعتي اللي انت طالبها س تربيع وس بتساوي صفر، اجمع دول واغير الاشاره واضربهم باشارتهم، هي نفس المعادله دي زي ما انت شايف كده، الالف بسالب خمسه برضو والب بسته. طب كويس. كمان بيقول لي ت تربيع بكام؟ قلت له بسالب واحد. طب ت تكعيب بسالب ت، طب ت اس اربعه بواحد. دي الاعداد المركبه. اللي هي الكومبلكس نمبر. كمان افرض طلب مني ت اس 15. هو المفروض انت ما تحتفظ باي اس على ت، يعني ت اس 15 مين اللي قبلها يقبل على الاربعه؟ ال 12. احذف 12 من دي بقى ت تكعيب، وت تكعيب بسالب ت. طيب ممكن يقول لي ت اس سالب 6. نشوف لو انا وضعت صباعي كده على الاشاره
اقول له السته ايه اللي اكبر منها يقبل اسم على الاربعه؟ قال لي الثمانيه. قلت له يبقى هي عايزه ت، عايزه تضاف لها اتنين، تبقى دي ت تربيع، وت تربيع بسالب واحد، كمان واحد على ت بسالب ت، كمان ت في سالب ت بواحد، يعني ايه مرافق؟ يعني س زائد ت ص، المرافق تغيير اشاره الت. اه المرافق اهو، هنغير اشاره الت تبقى س ناقص ت ص، بحيث لو جمعت العدد زائد مرافقه هيديني 2 س، عدد حقيقي ينتمي للحق، ولو ضربت العدد في مرافقه هيدي مربع العدد الاول زائد مربع العدد الثاني اللي هو معامل الت، يعني س تربيع زائد ص تربيع، برضو ده حقيقي، وده شروط المترافقان ان جمعهم حقيقي وضربهم حقيقي. كويس جدا. شوف كمان لما يقول لي في الأعداد المركبة، يقول لي س زائد ت ص بتساوي 2 ناقص 3 ت أس 2، عايز س وص. قلت له حاضر، أدي س زائد ت ص، مربع ده ومربع ده سالب 9، وأول في تاني في 2 بإشارة الأوسط، أجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي اللي هو الجزء اللي هو معامل الت، وقارن الأيمن بالأيسر، حقيقي يساوي حقيقي والتخيلي يساوي التخيلي. ممكن كمان يقول لي س زائد ت ص بتساوي 17 على 4 ناقص ت، أوجد س وص. في الحقيقة ت في المقام هي مزعجة جدا، عشان اتخلص منها بضرب في المرافق بسطه مقام. شوف كده اللي بيحصل ايه، اهو ال 17 اهي مضروبه في القوس ده، اما دول مترافقان، مربع العدد الاول زائد مربع المعامل بالموجب، 16 و 1 17 تبقى س زائد ت ص ب 4 زائد ت، الحقيقي يساوي الحقيقي، س باربعة وصاد بواحد، س باربعة وصاد بواحد. كمان ممكن يقول لي أنا عايز واحد ناقص ت أس 10، إحنا في إمكاننا نفك القوس أس 2 بس الوقت حاليا، يبقى ممكن أعمله واحد ناقص ت تربيع الكل أس 5، كده بقى أس 10 عادي. بتقدر أنت تتعامل مع قوس أس 2؟ قلت له أيوه، مربع العدد ناقص مربع المعامل، واول في تاني في 2 باشاره الاوسط، مربع ده ناقص مربع المعامل ده، واول في تاني في 2، خلاص شكرا، سالب 2 ت اس 5 اللي هي سالب 2 اس 5 وت اس 5. كويس جدا، دي بسالب 32، واتفقنا ان الت المفروض مش عليها اسس اكتر من واحد، اس 5 أشيل منها أس 4 تديني ت. نشوف مسألة بتقول إذا كان س تربيع ناقص م زائد 2 س زائد 3 بتساوي صفر، أحد الجذرين معكوس جمعي. آه معكوس جمعي، أيوه، ودي 3 ك ناقص 6 بتساوي صفر، واحد الجذرين معكوس ضربي، هات هنا كاف بكام وهنا هات ميم بكام. كويس جدا، احد الجذرين معكوس جمعي معامل س بصفر، يبقى الميم بسالب 2، احد الجذرين معكوس ضربي الحد المطلق يساوي معامل س تربيع، يبقى 3 كاف ناقص 6 بتساوي 1، يبقى 3 كاف في 7، إذا كاف في 7 على 3. بيقول لي ابحث نوع الجذرين، مثال جديد
بيقول ابحث نوع الجذرين س تربيع ناقص 5 س زائد 2. هجيب المميز ب تربيع ناقص 4 ألف جيم. ألف واحد، ب بسالب 5، جيم ب 2، ب تربيع يعني 25 ناقص 4 في 1 في 2 هتديني 17. المميز أكبر من الصفر، موجب أهو. كويس جدا. إذا الجذران حقيقيين مختلفين. بكده أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي قدمنا جزء من مراجعة الجبر في الدروس الأولى، أعداد المركبة وحل المعادلة وبحث نوع الجذرين، وإن شاء الله نشوفكم قريب في دروس أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.